معك خويا رشيد الصويري، رئيس ديال واحد المجموعه ديال الدقه المراشيه ديال عيساوه بالحكم الرئيس ديالهم. كاين واحد السيده خويا شرات واحد الابارتمون في الحلحال، عيطت عليا قالت لي واخا تشوف تنشطوا معنا شويه تضحكوا معنا شويه. داكشي اللي كاين خويا، مشيت جمعت المجموعه ديالي مشينا لحقنا مع السيده بخير ولا خير. ملي بغينا نخرجوا نمشيو حالاتنا قالت لك اودي لا بقاو حتى تغداو، بحكم انت راك عارف ملي كعيط يقول لك مالي العرس ريح تغدا كتريح كتحشم كتريح. ريحنا نتغداو اخويا، كلينا داكشي اللي قسم الله، كلينا داكشي اللي قسم الله، سالينا خديت رزقي جيت بحالاتي. جينا خويا واحد الساعه ونص ديال المكان ولا ساعتين، حتى كتعيط ليا السيده مولات العرس كتقول لي الو واش ما بك والو؟ قلت لها كيفاش ما بيا والو؟ واش ما وقع لك والو؟ قلت لها اختي ما وقع لي حتى شي حاجه. علاش؟ قالت لي ودي راه كاع الناس اللي كانوا هنا راه تسمم راه كلهم في السبيطار. قطعت معايا قلت لها قطعت معايا عايش على الدريه ديالي والمجموعه ديالي، وبقيت مغطين في ديورهم كيصحابهم عرفت شنو عندهم والديهم، وكون خلاهم غير شويه كون ماتوا. جا الله عيطت عليهم انا قلت لهم كلشي هبطوا للسبيطار. هما دابا راه جوج مغطين عندي هنا في السبيطار، واحد راهو في الانعاش، واحد كاين في الانعاش، واحد صاحبي في ما شفتوش، ما خلاوناش نشوفوه. كيفاش نشوفوه؟ كي غنديروا ليه؟ ما باقي ما شفتوش، هو في الانعاش هو كيدق. هما جوج مغطين الفوق تما ما خلاوناش نطلعوا نشوفوهم. انا خويا كنطالبوا نشوفوا بعدا هاد الماكله مناش، هاد التسمم ديالهاش، واش الماكله ديال التريتور ديال ممول الحفلات؟ اذا كانت هاد الماكله ديال ممول الحفلات ديال التريتور راه غادي نتابعو، ما غاديش نتفك معاه. يعني كيستغلوا غنتابعو كيستغلوا هاد الفتره هادي ديال الصيف، وان هادي تريتور وانت لك شي تريتور، انت جيب ماكله نقيه، جيب كلشي نقي وطلب الثمن. شحال من واحد دابا ليك؟ ما تعطيش شكون اللي عارف راه جاي لشي 30 ولا 34 ولا ما عرفتش. الموقع بالضبط كنا مشينا لواحد الحفل. عيط لي انا الرئيس. عيطنا الرئيس مشينا لواحد الحفل ناشطين فيه. نعاودوها دابا بغينا نمشيو نشدو للناس، بعد تما الناس بحال العائله ديالنا ديما كنخدموا عندهم صراحه، كنخدموا عندهم كنا باغيين نمشيو. شدتنا قالت لك انتم عائله بقاو، بقينا كدنا الحلوه حطوا لنا داكشي اللي قسم الله كناكلوا فيه، صار اللي صالاد وداكشي والبسطيله ديال الدجاج بقينا كناكلوا صافي مشينا بحالاتنا. بعد شي اللي كاين واحد اللحظه ملي مشينا غادي في الطوموبيل غادي مع الناس كنحس بكرشي كتضرني والدوخه، ورديت ونزلت من الطوموبيل مشيت لواحد البلاصه فين لقيت الغراض ديالي. حس بالصرايص راه حسيت بكلشي. دابا المشكله كنشوف هو التريتور هذا الله يهديه، اش اللي غنطلبوا ليه؟ الله يهديه. الا كانت شي حاجه قديمه مابقاش يعطيها للناس، حيت كاين التريتور واعرين وكيخافوا الله وكيخافوا كلشي، حيت ديما كناكلوا على هاد التريتور للناس كبار كناكلوا على كلشي، ولكن التريتور الله يهديه كنطلبوا عليه الهدايه. هادشي اللي كاين شوف شي وكله كاين شوم هي لا راه هي داكشي هو اللي كلينا حنا، هذاك الشيء اللي كلينا هو اللي كاين. البسطيله كلينا الحلوه والبسطيله والدجاج، هادشي هو اللي كلينا حنا، شي حاجه اخرى ما كليناهاش. وهادشي اللي كاين انا ملي حسيت براسي ماشي هو هذاك عيطوا لي دري صحابي. جيت انا كنت باقي لها راه شي حاجه دوخه ولا شي لعيبه، قلت حتى حسيت براسي ماشي هو هذاك ولا نجي. الحمد لله دابا دخلتي انا دخلت دقيت برا الحمد لله. قال لكم يعني ربما الطبيب المشرف على الصحه ديالكم شنو قال لي؟ الطبيب دق لي برا اش قال لي شنو عندك؟ كضرني كرشي كضرني كرشي والدوخه صافي وكرد خرج لي الدواء الحمد لله بخير. دابا بخير انا بخير دابا كنشوفها من غنعس شوف من غدا. اللي غديروا مع هاد الناس؟ واللي دار الرئيس واسي الرئيس اه دابا راه اللي غيدير الرئيس غنديروه حنا. الرئيس خويا من ناحيه اش؟ من ناحيه اش؟ قانونيه قال لك قانونيه خويا. الا كانت باقي ما حد دابا ما عرفناش الماكله مناش، ولكن 100% الماكله راه هي اللي كلينا، ما كلينا حتى شي حاجه من غير هي اللي كلينا. هاد الناس كاملين كلاو هاد الماكله هادي ديال الممول الحفلات. الا كان هاد الماكله ديال التريشور هذا الممول الحفلات غادي نتابعو خويا. هادشي اللي كتمشي عليك. عندي صاحبي مغطين واحد في الانعاش ما عرفنا ميت ولا حي، وجوج مغطين الفوق. خلاص تلقاو اللي غنقول لك اخويا، حنا ملي مشينا للعرس ما كلينا والو، كلينا داك الشيء هو اللي كلينا صافي. يعني انا كنتمنى غادي نتابعوا هذا الشيء اللي كاين اخويا. باش عاونيه حتى هما يم حتى هما جاو حتى هما جاو كل شيء اللي كنقول لك عليه كان في ذاك العرس. لا حنا راه خمسه وماشي 25 واحد راه قال لك شي 40. الفرح اللي كان تما كل شيء جا كامل كل شيء جا. شحال تقريبا؟ شحال من واحد شي 40؟ تسمم اصاحبي راه شي 30 ولا ما عرفتش. اه ودراري صغار حتى دراري صغار راه جابوهم. دراري صغار مساكن كنت دولا هما العرس هما راه جابوهم. هذا الشيء اللي كاين. امين يعني كتخدموا كتخدموا يعني في هذا الدومين؟ كنخدموا حنا في هذا الدومين الحمد لله. عندكم احتكاك يومي؟ كنخدموا ديما الحمد لله كنخدموا. ولكن مش مشميتوا شي ريحه زعما كاين في الماكله؟ لا انا ملي كليت ديك اللعيبه قلت للدراري هذيك اللي كليتها كالامار ملي كليته جاني مر. ما صورتيش؟ اه وعندي في ها وصورتي؟ صورت البلاطو مصور بجوج، مصور بسطيله ومصور هذاك البلاطو اللي كلينا مصور بجوج. هذا الشيء اللي كاين ما فتناش. هذا الشيء اللي كاين
وهذا هادشي اللي كليت اخويا ولي هادشي اللي كليت اه واخا اخويا شكرا لك سي عبد الصالح. دابا الحمد لله بخير. الحمد لله تعس بخير. دابا ناخذ الدواء ونشوف ان الله غدا ان شاء الله. وفي يعني فيما يخص يعني الافراد الاخرين اللي معكم في المجموعه ادري راه كاين واحد العناش اخويا جوج واحد العناش وجوج مغطين منهم خالي اللي كيخدم معايا في الفرقه تاعو.